ما انا تذبح ثلاث عقول ازاي يا تامر؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ صباح الفل. صباح الخيرات يا تامر. منور يا تامر. الله يخليك يا باشا يا عنكل يا حبيبي. الله يخليك، ربنا يسعدك. والله العظيم ما نمت ورايح الشغل، مش عايز اقول الشغل. سلم على كل الناس المحترمه اللي عندك. انا بقى طبعا مش هتكلم زي بقيه الناس، بس انا عايز اقول حاجه واحده بس. ايوه. اجهزه الدوله كلها، احنا صبرنا واحترمنا الدوله غصب عننا طبعا، واحترمنا كل الاحترام والتقدير، كل مؤسسات الدوله، كل الاحترام وسياده الرئيس فوق دماغنا اخونا وابونا طبعا طبعا. واللي بيحصل ده عشان سياده الرئيس، البلد بتنضف وجد اولادنا وكل حاجه حلوه احنا من كده. بس انا بطلب طلب بسيط. اتفضل يا استاذ. احنا يا ريس سمعنا كلام حضرتك واحترمنا الدوله واحترمنا الاجهزه، ارجو مني الدوله بقى تحترمنا طبعا. عادي انتوا تحترمونا، بس احنا مستنيين بقى قضاء ربنا بقى. طبعا قضاء ربنا، اللي فات ده كوم واللي جاي كله كوم واحد. اصح انا غلطان؟ صحيح. نتحاسب بقى في 1152 قضيه. ها عايزين نشوف بقى كل واحده شهرين ثلاثه، حتى سنتين ثلاثه. ها ونشوف نروح نكفنه هناك بقى. نكفنه هناك. ايوه. والف الف مبروك وتحيه لرجاله متغمر العظام اللي رفعوا راس العالم كله. شكرا جزيلا لك. شكرا. قبل ما اقفل يا استاذ احمد سعيد، انا هستناك في المطار ان شاء الله. تامر دبوله هيستناك في المطار ان شاء الله، يرجع بالسلامه. وطارق جميل، طارق بيه جميل. لا طارق بيه جميل سعيد هنا موجود في القاهره. شكرا يا تامر. شكرا يا تامر. انا بعمل اغنيه بالكلمه بتاعته عند كذا يالا. شكرا يا تامر. ربنا يخليك يا تامر، ربنا يحفظك. اللي انا عاوز اقوله ان الفرحه الطاغيه دي اللي بتعم كل الدنيا، في ناس لسه نجوم صاحيين من النوم، نجوم زملكاويه، فبيسالوا عن النتيجه، فبقول لهم النتيجه، يقولوا لي بس احمد مرتضى كاتب كده. يا جماعه مش كده يا جماعه. يا جماعه لما نقول احنا بتوع كلمه الحق والصدق والامان. يا بتتعب ليه نفسك؟ لا اصل هم يعني عاوزين القاضي قدامه 10 دقائق مرتضى نجح، 10 دقائق القاضي اللي يقول. طيب. القاضي نبوس جزمه القاضي. طيب فوق راسك مرتضى نجح يا ابن العبيطه، يلا افرح يا عند امك يا راجل، ده عيال فاشله. اي يا سيدي، يعني الناس دلوقتي بتطلبني على تليفون، ينفع ادخلها؟ ان شاء الله باذن الله ندخلها. يعني ارد على الناس؟ اي حد عايز يدخل ندخله ان شاء الله. طب يلا دخل. لا يعني هات رقم وبعتولي. ما مش هينفع كان السماعات. يا دكتور محمد جمال ازيك؟ يا حاج عبد الناصر المعاصي. يا جميل علي صوتك يا حماده. الف 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 مبروك. قبلة على راس اهل ميت غمر الكرام، رجاله رفع راس مصر كلها. اللي انتوا عملتوه النهارده ربنا يحفظك يا جيمي. اللي انتوا عملتوه النهارده انا ما بجاملش، اللي انتوا عملتوه النهارده يدخل التاريخ. انا ببارك لكم مهنيا وببارك لكم اخويا وببارك لكم على اللي انتوا استحملتوه. الف الف مبروك، الف الف مبروك على شعب ميت غمر. نظفتوا مصر ورفعتوا راس مصر يعني. ربنا يخليك يا محمد يا محترم. ده الكلام اهو، لكن الراجل ده يعني ردود الفعل عندك ايه في فرنسا يا محمد؟ انا لسه مسافر ان شاء الله الاسبوع الجاي، انا لسه في الرياض وباذن الرحمن يعني في هديه جميله ليك انت وصاحب مصر باذن الله وانا جاي. ده يعني تحيه. ربنا يكرمك يا محمد، انت اخونا يا محمد. كل الناس من كل الناس انا عايز اقول لك انت اخونا اللي بنتشرف بيه في الفيفا. باخد اتصالات والله والله من كل الخليج خلال الثلاث اربع ساعات. ده الطبيعي. بيشكروكوا بيشكروكوا وبيقولوا لكم انتوا اسهمتم ان الوسط الرياضي تطهر من الراجل ده. مش عايز اطول عليكم وبشكركم. شكرا. ورفعتوا راسنا ورفعتوا راس المهنه كلها وكتر الف الف خيركم. شكرا يا محمد. شكرا جزيلا دكتور محمد جمال المحترم. نروح لبلد فضيله الامام. ايوه دجادوس، والصديق المحترم مصطفى شرف الدين اللي تعب معانا على مدار الايام اللي فاتت. بلد فضيله الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي. فوق راسنا سيدنا الامام. الو السلام عليكم يا مصطفى. يا حبيبي ربنا يتمم لك الشفاء ومبروك. الله يبارك فيك. مبروك لمصر ومبروك لشعب مصر. الف سلامه. فاكر يا صديقي اول مكالمه في الاول خالص خالص في اول الحلقات لما قلت لك احنا كنا بنبقى قاعدين في القاهره زمان ويجي حد يسالك انت منين، كنت بتفتخر وتقول انا من دقدوس من الغمر بلد الامام. ايوه. دلوقتي اللي بيسالك انت منين بتوطي راسك في الارض وتقول المنصوره، مش عاوز تجيب اسم الغمر. نتيجه للارتباط السيء
كنت حزين جدا جدا جدا، كل ما حد يقول دقدوس او متغمر دايره انا لله وانا اليه راجعون، مش قادر اقول غير الف مليون مبروك لمصر كلها. مبروك ليك يا استاذ عبد الناصر، مبروك لاخونا واستاذنا الكبير. الله يحفظك. الف سلامه يا مصطفى. الله يسلمك. السلام عليك يا دارش. الحمد لله. الله يسلمك، ربنا يبارك في حضرتك استاذ عبد الناصر. شكرا. متغمر متغمر زي ما قلت لحضرتك قبل كده، طول عمرها بلد رجاله، بلد شقيانه ما تعرفوش خلاص. بالنهار بالنهار لابسه هدومها بتاعت الشغل المغرب، استحمى وصلى ينزل العشاء يقعد على افخم كافيه يصرف 1000 جنيه. عمر ما كانت من غمر بلطجية، عمر ما كان اهل متغمر منتظرين فلوس من حد. والدليل انا امبارح وانا قاعد في الشريط بتابع الانتخابات وعمال بسمع وحزين ان دقدوس بلد الامام الشيخ شعراوي فيها فلوس بتندفع. رجعنا تاني يا جماعة. يا يا انتهى الفرز ولا انتهت الارقام ولا لسه يا صاحبي؟ عبد الناصر بيه انا قدام قدام الساحة هنا اللي فيها الفرز. أيوة. المستشار لسه ما اعلنش. طب قدامه قد ايه ويخلص؟ كمان 10 دقايق وان شاء الله دول هيبقوا اخر 10 دقايق باذن الله. باذن الله ان شاء الله دول هيبقوا اخر كلام يعني. طب خلي بالك ان احنا عايزين التليفون يفتح على المستشار عشان ناخد النتيجه. أيوة. على الهواء عشان والنبي تكلل مجهودنا بالنجاح يا محمود. حاضر حاضر يا عبد الناصر بيه. يعني بعت لي رساله قول لي اتصل، والنبي دي اهم 10 دقائق في تاريخ البشريه. حاضر يا عبد الناصر بيه، تحت امرك. شكرا يا حبيبي، شكرا. تحت امرك. سلام. قدامنا 10 دقائق غصب عنهم، هو القاضي خلص رصد ولكن بيعيدوا الحسابات. انتوا عارفين مستشارين ادقاء وناس محترمين وناس افاضل، فبيعيدوا العد والرصد بشكل دقيق جدا. ان شاء الله تكون اخر 10 دقائق باذن الله تعالى. اللي هو احمد سليمان طلبته ما ردش، وشوف سبحان الله يعني يا ريته ينجح، لان يبقى ده خرج وده خد، ربنا انصفه وقعد له برده جزء من حقه، لان هو وهاني العتال تعرضوا ل يعني ما نجحش لكنه تعرض لظلم كبير جدا وشتيمه وتطاول وقله ادب يعني. معانا من لندن ما نامش من امبارح ميدو عبد الرحمن البركاوي، ربنا يخليك، ومحمد الليمبي وولاء محمد ومحمود ومحمد كامل وعلاء ترك وعبد الله البدري واحمد محمد وعمرو عبد الجابر كريم وايمن صادق وابراهيم اسماعيل وسيد عبد العزيز والاستاذ محمد ابراهيم مدير احدى المدارس المحترمه يعني، له كل الاحترام وكل التقدير، وعمرو محمد واحمد سلامه محمود الجزار وادري زدان. نجاح اللواء احمد سليمان والقائمه بالكامل يا جماعه. اللواء احمد سليمان عضوا بمجلس النواب والقائمه بالكامل نجحت. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لنا حضرتك اسمك وبتكلمنا منين؟ حضرتك يا استاذ عبد الناصر لسه مكلمني دلوقتي، انا صبح الله. طب ما بعت لي رساله ثانيه يا استاذ صبحي في حاجه؟ طيب ما انا ما اعرفش. طب خد شريف بقى. لا انا كنت بعتها من قبلها، كنت بعتها. طيب يا حبيبي ولا يهمك، شكرا جزيلا يا صبحي. شكرا جزيلا. شكرا. الناس قاعده تبعت لي رسائل، انا اتلخبطت من 900,000 رساله عندي. هي القائمة بتبقى على المحافظات ولا بتبقى على لا منطقة الدلتا. منطقة الدلتا؟ دي الدلتا. قائمة ايه بقى؟ قائمة أبناء مصر. يا ريت يا أخي. هو كان متوقع إن القائمة دي تفوز في الدلتا. يا ريت. لأن هما اتحرك كتير الفترة اللي فاتت. مجموعة أحزاب. وده هو تداول السلطة المحترم. إن يبقى فيه أكتر من حزب وليس مستقبل وطن بس. أيوه. انا برن على تليفونات اهوت بحيث نعمل له مداخله وهو نسمعها منه. مش مشكله المداخله، المهم ان احنا نتاكد. يعني نتاكد، ما هو اللي يعني نشوف.
اللي اكد لك حد مقرب منه؟ ما انا مش عارف اعمل حاجه من كتر الناس اللي انت بعتها لي. كلم فلان. ما انا عايز اتصل. ما تكلمش حد خلاص. ده انت بتعصب علينا ولا ايه؟ يا ما هو الناس كتيره جدا وعايزين نزعلها. لا انا ولا انت. اكلمهم اعمل التوصيله وخلاص وانا اكلمهم. لا يا مش عايزين نزعل. بلاش مرحله الغرور دي يا عبد الناصر. يا عمي مش على كده الناس. مش عشان بقيت ترند وانا ترند يبقى خلاص يا عبد الناصر. يا عمي الناس مش عشان وقعت والزلطه تبقى ترند يا عبد الناصر. الو السلام عليكم يا استاذ ابو المعاطي. عليكم السلام ورحمه وبركاته. حي الاستاذ عبد الناصر عشان انت وضربك من تليفونه. الف مبروك يا رجاله مصر. مين بقى؟ مبروك. مين؟ انا المهندس شريف معاك. المهندس شريف شعلان. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. اهلا وسهلا. بصراحه انتوا رجاله وشرفتوا مصر. باشمهندس والنبي في نص دقيقه عشان معانا 85 مليون تليفون. شكرا للقياده السياسيه ان احترمت الشعب في سقوط الزلنطاحي. وانتوا بصراحة انتوا رجالة. انتوا احمد سعيد والف الف مبروك ليكم. شكرا يا باشمهندس. ورجالة متغمر. الله يكرمك الف شكر. معنا مكالمة غريبة جدا. مش عارف الراجل ده بيضحك علينا ولا صح. خالد من كوريا الجنوبية. يا خالد. علي صوتك يا خالد. علي صوتك يا خالد. ما كوريا بعيدة. لا والله ما يعني استراليا مش بعيدة ولا امريكا ولا كندا. علي صوتك يا خالد. اتصل بتاني يمكن تجرب. والله انا ما مصدق شكله من شبرا وبيشتغل. لا نشوف. لا والله لا العظيم. لا والله العظيم. الو. السلام عليكم يا خالد. ده الصوت مش واضح. كلمنا من التليفون مش من السماعه. خلاص كتر خيرك يا خالد. الف شكر يا خالد. يا ابني اسمعوا بس يا. كلمنا من التليفون. سيب السماعه. الو. ايوه كده يا خالد. ازيك يا عبد الناصر؟ الف مليون مبروك. تعالى يا ابو المعاطي. الف مليون مبروك يا ابو محمد. خد. والف مليون مبروك يا ابو عمر. لحظه يا خالد. الحمد لله الحمد لله. الفصل بعد ربنا ليكم ومصر كلها تشهد بكده. وطبعا بمساعده الاهلي متغام. وعبد الناصر انت اللي يعتبر شفتها. اللي يعتبر الراجل ده انت هزمته يا خالد. الفضل يرجع ليك بعد ربنا يا استاذ عبد الناصر. يا خالد. ايوه يا استاذ عبد الناصر. سامعني؟ الاستاذ ابو المعاطي مش مصدق انك من كوريا. احلف بالله. لا لا انت في كوريا يا خالد. انا كلمتك قبل كده يا استاذ ابو عمر. بعت لك انت قبل كده. انت بعت لي وكلمتني. طب سلمني على صديقك شيبون. في مصريين كتير على فكره. في جاليه مصريه محترمه. سلم عليهم كلهم وبوس راسهم. سلم عليهم كلهم وبص راسهم. وخلي بالك من شون بن. الله يخليه. كلهم بيبصوا راسهم وشكركم. الحمد لله والفضل يرجع عليكم بعد ربنا. وألف شكر لأهلنا في ميت خان. الرجالة وتسلم الفصل اللي شالتكم. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنت عبد الناصر ما تتعبش. أنت يعتبر رقم واحد في مصر. أنت رقم واحد في مصر. الحمد لله. أنت ليك الفضل الأول بعد ربنا بعد ربنا ان انت جبت حق كل المصريين. خد الرقم ده يا عبد الناصر. وربنا يبارك لك في محمد يا ابو محمد. وربنا يبارك لك في عمر يا ابو عمر. والف مليون مبروك. الله يكرمك. الله يبارك لك. شكرا جزيلا. هتعمل مكالمه؟ بس ما في مكالمه شغاله. مين؟ شون بون. بس خلي بالك علاقته طيبه جدا بشون يانج. شون يانج ده يعني هو خالد كلمه اكتر من مره وعلاقتهم كويسه مع بعض جدا جدا. ناس بس عشان تفهم ان بفضل الله بفضل الله بفضل الله هو يكيد لك شر. ربنا يريد لك ألو. خير. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك وبتتكلم منين بسرعة؟ أبو هنا من جدة. من جدة. تفضل أبو هنا. بكلمتين بس أقولهم بس بالمناسبة السعيدة دي. الله يخليك. وبعد طول انتظار خسر المستشار وساب المجلس وغار. مش مستشار يا ابني. الدايرة طار. سيبني بس اقول بس. وبعد طول انتظار خسر المستشار وساب المجلس وغار وكرسي الدايره طار. وكل من له طار هياخده من الحمار سياده المستشار. متغمر يا احرار نجاحه تاني عار. ولعته فيه النار ولف الزمان ودار. والاسد اصبح فار. واليوم طبل وزار انا والصحاب والجار لخساره الحمار اللي انصدم ونهار سياده المستشار. شكرا شكرا. انا بحب المداخلات اللي هي لا ما لو كل واحد خد دقيقتين هنخلص. أيه. بعد احنا مستنين الاعلان الرسمي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
اتصل؟ اتصل انا لسه اجمع. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك، عامل ايه، اخبارك، انت فين؟ الله، انا في الكويت يا استاذ عبد الناصر. يا استاذ عبد الناصر كيف حالك؟ الله يكرمك، الله يبارك لك. عاوز تقول ايه على السريع؟ الف مبروك يا استاذ ابو المعاط، الف مبروك. وسلمنا على استاذ عبد الناصر، انا بلديات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الف الف مبروك. قول لنا بس بتكلمنا منين الاول؟ انا بكلمكم من كندا. من كندا، اتفضل. متشكر جدا 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 على اللي انتوا عملتوه، ومش عارف اشكركم ازاي، بس عايزين ناكد على حاجه. ان احنا لسه حقنا ما جاش، البلد خدت حقها ماشي، بس احنا لسه حقنا ما جاش، لازم نركز على الحته دي ويمنع من السفر، لان احنا لسه لينا حق عنده مكانه طبيعي، مكان الطبيعي في ابو ظبي. نركز على دي يا عمر. افرح النهارده، افرح النهارده، الف مبروك يا حبيبي، وسلم لي على كل المصير في كندا. يا حبيبي ده احنا متشكرين لكم جدا جدا. شكرا جداً يا عمر، تعال طول عليكم وربنا يخليكم. شكرا يا غالي يا عم. شكرا شكرا ليك. انا بطلب اسماعيل قاسم، يعني الراجل راح الحرم ودعانا، فنشوفه لسه صاحي ولا نايم. الحمد لله الايباد فصل. خد يا عم كل الاجهزه هنجد، والله العظيم كل الاجهزه هنجد، كل التفيت ألف تليفون لحظة مستني. لحظة يا حاج إسماعيل، لما انطلعك على الهواء يا حبيبي، لحظة يلا على الهواء اهو يا حاج إسماعيل. يا إسماعيل يا قاسم، ألف مليون مبروك يا صديق، يا صديقنا يا صديقنا الأصيل المحترم. فرحتونا وفرحتوا مصر كلها، وكلنا فرحانين ليكم، ودموعكم غالية علينا. الله يحفظك. وكنا في الحرم وبندعي لكم يوم الجمعة في الفجر. الله يخليك. والحمد لله ربنا كلل ده بالنجاح والمستعد، وألف مبروك لمصر ليكم ولمصر كلها، وتحية لشعب مصر، وتحية لميت غمر ولرئيس السيسي ولكل الأحبة في مصر، بنهنيكم على الفوز العظيم ده، وألف مبروك لكم. الله يخليك. مرة ثانية مش هطول عشان أنتم مشغولين وربنا معاكم. الله يكرمك. الله يخليك. الله يكرمك. اطلب ولاء زيدان. راجل محترم. اطلب ولاء زيدان. حاضر. اللي أنا عاوز أقوله إن بفضل الله، بفضل إحنا معاكم لحد إعلان النتيجة رسمي، نبقى أدينا دورنا ويبقى كل النتائج طلعت رسمي، لإن إيه؟ خلاص يبقى كل الناس اتطمنت في اطول بث مباشر على مدار 48 ساعه. ده خلاص مش هعمل مداخلات تاني، تعبت. لا لازم نشوف لا الصوره. لا لمه لمه خلاص. بقول لك ايه، لازم نشوف الصوره دي. انا قعدت ماسكه من قفاه. ايوه من كتر القضايا اللي رافعها ومش عارفين نوديها. ماسكه من قفاه. وحلوه دي التانية. التانية هيت برضو. ربك ربك كبير وقوي وقادر، وبينصف المظلوم، بينصف المظلوم. وحق هاني العتال هيرجع. ايه ده واخده موديه فين؟ ايه دي؟ شوف بقى الناس بتعمل ايه. ما الناس حاسه بالظلم اللي وقع على هاني العتال وعلى عبد الله جورج، ناس نجحت لكن بالبلطجه منعهم من ممارسه دورهم، بالبلطجه منعهم من ممارسه دورهم في المجلس. وايه دي بقى؟ الله، اللي بصوا انا هزيع كل الحاجات اللي جات لي اهو، الشباب عمالين يبعتوا لنا حاجات وكده يعني، فسبحان الله، سبحان المعز المذل. مش دايما حد، ما هياش دايما حد، بفضل الله ما هياش دايما في حد. الله يخليك يا حاج محمود، ربنا يكرمك. حاج محمود والحاج رضا تعبوا معانا جامد. الرساله اقرا. لا عادي. مش ضروري. طيب ماشي، أنا عاوز بس أقول، طب المستشار محمود الشاذلي بيطلب، تطلبه من عندك؟ يبقى سابع مش سادس إن شاء رب العالمين، إن شاء رب العالمين يظهر سابع إن شاء الله، إن شاء الله 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 يعني، وده انتصار كبير، وبنشكر كل الناس. عمك إسماعيل قشطة. تعالى يا حاج إسماعيل، إزيك؟ الحمد لله الحمد لله. عامل إيه يا حاج إسماعيل؟ الحمد لله يا عم عبد العاطي. إيه الأخبار عندك يا حاج إسماعيل؟ الحمد لله الحمد لله. احنا نطلع مبروك يا عم اسماعيل، مبروك. ايوه اشكر مبروك. اشكر كل اهل متغمر يا عم اسماعيل، شرفوا مصر كلها. الله يبارك فيك يا عم عز العاط. المهم احنا هنطلع النحش بتاع بكره ان شاء الله. لا اصل هو هيعمل نحش بجد. هتعمل ايه بقى؟ قول لنا وصور فيديو وبعت لنا. هيصور، هيعمل نحش.
هنعمل نحش كده ونلففه ونحط عليه الصور بتاعته والناس تروح ترميه في التراب. طيب لو سمحت بس اهم حاجه تبعت لنا صور الفيديو. ان شاء ربنا ان شاء ربنا ان شاء الله. الف مبروك يا عم اسماعيل. شكرا عم اسماعيل. ناس كتير عايزه تعمل دخلت حاجه مصر. ماشي بس بعد ما نجيب النتائج. طيب ماشي. مطلوب مغلق او غير مسلم. بعد النتائج يا جماعه عشان ايه عبد الناصر بيضرب دلوقتي. الحاج حسين عبد الهادي من امريكا، الف شكر يا حاج حسين على كلامك الطيب وربنا يبارك في عمرك.